بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. كان السلف الصالح يلقن الاولاد سيره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل ما تعلم انت الفاتحه والتشهد هو يعلم السيرة، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ولد بمكة كذا. نعم، حتى ينشأ هذا الصغير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أنا أريد كل واحد منكم يذكر لي شيء أثر فيه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أثر فيه، يعني نعم أثر فيه هو في سلوكه في عبادته مثلا. نعم، يعني يقول عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة أهل الطائف وآذوه وأرسلوا عليه السفهاء والصغار، وهذا كان أشد ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا صبر عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. حسن الخلق، الخلق مع عائشة رضي الله عنها. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، نعم. كان عليه الصلاة والسلام في خدمة أهله. And that the Prophet صلى الله عليه وسلم, he was always in the service of his family. And the Prophet صلى الله عليه وسلم, he used to say that the best of you are those who are best to their families, and I am the best amongst you to my family. نعم. فكان عليه الصلاة والسلام يقوم بشؤونه، يعني الأشياء التي تخصه هو يقوم بها عليه الصلاة والسلام. نعم. Prophet صلى الله عليه وسلم, half of his life, more than half, in Mecca, he used to say something like that, قولوا لا إله إلا الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى نصف حياته في مكة داعيا قولوا لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة كان عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا، نعم. فرضت عليه الصلوات المفروضة الخمس قبل الهجرة بثلاث سنين، منذ أن بعث إلى أن مات وهو يدعو للتوحيد وينذر عن الشرك، حتى وهو في مرض الموت، في فراش الموت، يحذر من الشرك عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليك. صلح ماذا فيه؟ at the very end when he had to remove his ihram and no one, he said no one's going to listen to me, Rasul صلى الله عليه وسلم, so he took counsel of his wife. صلح الحديبية. نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتحللوا، لأنه لا يدخل إلى مكة، لابد يتحللوا من الحج من العمرة. نعم، ما تحرك أحد، ما صنعوا شيء. دخل عليه الصلاة والسلام على أم سلمة رضي الله عنها وشكى لها ما لقي من الناس أنه أمرهم وما صنعوا شيء. نعم، فقالت يا رسول الله الصلاة والسلام أمرته أن يخرج ويحلق، يعني يطبق هذا عمليا. فعندما خرج عليه الصلاة والسلام وتحلل حلق رأسه حلق الصحابة كلهم رضوان الله عليهم. نعم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، وأحيانا بعض الأزواج يقول أنا ما أسمع من زوجتي شيئا ولا أخذ رأيها أصلا. نعم، نعم، حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فقط. نعم، وسميت بحجة الوداع لأنه عليه الصلاة والسلام فيها كان كالمودع لهم، يقول لهم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وبالفعل صلى بعد أن رجع عليه الصلاة والسلام، بدأ به المرض وتوفي عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول، نعم، بعد الحج. نعم، صبره عند وفاة أولاده. يقول
أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصيبه مصائب كثيرة عليه الصلاة والسلام، لكن لا تؤثر فيه بإذن الله. نعم، ولد يتيما عليه الصلاة والسلام، مات أبوه قبل أن يولد، ماتت الأم بعد الولادة، كان في كفالة جدي فمات الجد عبد المطلب، ثم كان في كفالة عمي أبو طالب فمات أبو طالب، وماتت الزوجة الحنون خديجة رضي الله عنها. مات جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها، ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر تقريبا. فهذه المصائب لم تؤثر فيه، لم تصد عن الدعوة، لم تؤثر في نفسيته عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، من يذكر لي أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا لا أسأل عن فريق مانشستر، هذا فريق نيلسون، ممكن لو أسأل مشكلة أجاوب. نعم، كم؟ إبراهيم. إبراهيم؟ Who else؟ لا تغشش أنت. Say don't cheat. آه. فاطمة، رقية، وزينب، تمام، وأم كلثوم، وإبراهيم، وعبد الله، والقاسم، هؤلاء السبعة. طيب، أبوه، أبو النبي صلى الله عليه وسلم، تعال، نعم، عبد الله، وجده عبد المطلب، وعمه أبو طالب، كذلك حمزة رضي الله عنه. طيب، نعم، فهو ينتسب إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم نعم، من يذكر لنا أشياء أثرت فيه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قصة الإفك، أن أهل النفاق تكلموا في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هم أرادوا بهذا الكلام في أبي بكر رضي الله عنه وفي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس غرضهم عائشة فقط رضي الله عنها. نعم، هناك بيت من بيوت الأنصار، قال الرجل لزوجته، قال نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى خص عائشة بأن تكون زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أعتقد ونحن نعتقد أن عائشة أفضل منك. قالت نعم. قال هل تفعلي أنت هذا الشيء الفاحش؟ قالت لا. قال إذا أنت لا تفعلين، إذا عائشة من باب أولى. شهدوا ببراءة عائشة دون أن يروا شيئا. بماذا؟ لأنهم اعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى لا يختار للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أفضل النساء. نعم، ونحن نعتقد أن الصحابة أمهات المؤمنين أفضل منا، إذا لابد أن لا نتكلم فيما شجر بينهم. نعم نعم، ها نعم. The cave with Abu Bakr before the Hijra. عندما كان يسنس الغار مع أبي بكر رضي الله عنه. نعم، أن الله سبحانه وتعالى اختار من خلق الصحابة رضي الله عليهم أن يكونوا هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، واختار من الصحابة رضي الله عليهم أبو بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر رضي الله عنه هو ثاني اثنين إذ هما في الغار، يعني هو كان الذي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم 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 نعم. حريص حريص على المؤمنين ورؤوف إلا يوم القيامة. يقول قال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم، أي والله لقد جاءكم. نعم، رسول من أنفسكم، يعني من البشر، مثل مثلكم، تميز عنا بالرسالة، ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام، عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه كل ما يشق عليكم، و
وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام موصوف بهذا الخلق العظيم، باذل غاية جهده في دفع كل ما يضر بنا ومنه الشرك، نعم، وباذل غاية جهده في جلب المحبوب المستفاد من قوله حريص عليكم وما ترك شيء يقربنا إلى الله إلا أمرنا به ولا شيء يبعدنا عن الله إلا ونهانا عنه. نعم، لو ننظر في وظائف النبي صلى الله عليه وسلم التي أسندت إليه، ماذا كان يصنع عليه الصلاة والسلام؟ هو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام، نعم، تلقى الوحي من جبريل، يحفظ القرآن، هو رئيس الدولة، هو وزير الداخلية، وزير الدفاع. And he is the... نعم، تقريبا يعني. نعم، هو إمام المسجد، هو المعلم، هو المفتي، يقوم بشؤون أهله. وظائف كثيرة جدا، قام بكل وظيفة أكمل قيام. لعلك أنت وظيفة واحدة ما تستطيع عليها أن تأتي كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. والله بارك الله سبحانه وتعالى له في عمله في وقته. نعم. اختاره الله سبحانه وتعالى بأن يكون أفضل نبي عليه الصلاة والسلام، اختار له هذا الدين، دين كامل ودين يختم به. نعم، اختار له أفضل صحابة، أفضل زوجات، أفضل بلد. نعم، أشرف الناس، أعلى الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، أشرف الناس نسبا. نعم، أفضل نسب كان للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، شرف النبي صلى الله عليه وسلم هو شرف للأمة، تكريم النبي صلى الله عليه وسلم تكريم لأمته. فهل بعد هذا لا تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تستن بسنته، لا تتمسك بها؟ نعم، بل لابد أن تفرح أن الله سبحانه وتعالى اختارك بأن تكون من أتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام هو أنصح الخلق للخلق عليه الصلاة والسلام. لا يوجد من ينصح للخلق أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أعبد الناس، لا طريق إلى عبادة الله إلا عن طريق عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن نأتي بعبادة مساوية لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم فضاعت العبادة أكثر منه. لابد أن تكون عبادتنا دائما دون عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يمكن لأحد أن يعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نزيد ولا ننقص من سنته عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. نعم. Okay, inshallah, because we have been on a long journey for the past few days, and then there's a lesson after Asr as well, we're going to stop there today with this lesson. The Sheikh has further lessons in Masjid Tawheed in Hyde, which is after Asr, and also in Masjid Salam. Which area? Mossaid. And also Masjid Salam in Mossaid after Maghrib. So the Sheikh will be teaching Usul al-Thalatha in Masjid Tawheed in Hyde, and tafsir of the shortest surah of the Quran in Masjid Salam. Now, أحسن الله إليك مو علي. نعم، إليك، نعم، towards you. أيوة. The issue of mocking in Islam. مسألة الاستهزاء بالدين. Some people they say it wasn't my intention. I didn't have any bad will. It was just a joke. منهم من يقول إنما هذا الأمر كان نخوض ونلعب، ليس ما كنا ننوي انتقاص الدين وطعن في الدين. لم يبقى له شيء إلا أن يلعب في الدين. في القصة التي نزلت قل أبي الله وآياته، قال يا رسول الله إنا كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال إحنا فقط نتكلم. تتكلم، ما بقي تتكلم وتلعب إلا بالكتاب والسنة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني لو كان يستهزئ هذا هو مثل الجاد. نعم، منها الرد نصر عليه السلام. نعم، هذا
هذا تجده يلعب مثلا بسب أبي، يقول أنا أمزح أسب أبي، يمكن لو يسمع هذا والله ما يسمع، لكن بالنسبة للدين للنبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى يقول أمر عادي. نعم نعم والله أعلم.